Abdallah. مرحبا واضح، اسمي فاطمة كريم، أمه لحسن مرعي، طفل من أطفال ذوي متلازمة داون، وهو بطل من أبطال مسلسل شتي يا بيروت. حسن هيك كتلة عطاء ونشاط وحب وهضامة. شربت الصباح شافوا صفحة حسن على الانستغرام وتواصلوا معي من خلالها، ورحنا قعدنا معهم ومع المخرج ومع الكاتب، وصار في مثل إذا بدك كاست لحسن كذا مرة يعني. بعد فترة رجعوا دقوا لنا إنه تم اختيار حسن للدور. حسن كان كتير صحبي مع كل الأشخاص اللي كانوا موجودين على السات، كانوا الكل ينطروه، وهو كان يروح هيك يعني بشكل كتير متحمس لهونيك. كان في كتير علاقة مميزة مع المخرج إليس سمعان، وبعدها لهلأ حسن كتير بحبه والمخرج كتير بحبه. علاقته كمان مع عابد فهد كانت كتير حلوة ومميزة، وهذا الشيء انعكس على الشاشة إنه قد كان في هيك مشاعر عن جد، أبوة حقيقية بيناتهم. جده كان يحبها كتير، سميتك أيوب على اسمه. بعد 13 سنة حبلت فيه لحسن، بس ما بين أي شيء. بعد الولادة مباشرة نحن الدكتورة قالت لنا إنه هي شاكة إنه حسن معقول يكون عنده داون سيندروم، وعملنا الفحص وبين إنه عنده متلازمة داون. حسن يا عمي يوجهني، عم شوف إنه هو شو بحب، عم شوف هو شو قادر يعطي، عم شوف شو هو نقاط القوة عنده، عم حاول إنه أنا أشتغل عليها، إنه أنا نميله إياها. بالنهاية بس تشوفي تعبك عم يصير هيك يتجسد قدامك، إنه شي حلو عم يتجسد قدامك، إنه أنت عن جد مثل ما بيقولوا بتتعبي، وعم تلاقي هيدا النجاح لحسن، عم تلاقي هو قد ايه عم يتطور، قد ايه ثقته بنفسه عم تزيد. بتعرفوا إنه حسن بيتسبح؟ كيف بتتسبح؟ اوكي جود جود. كيف بنتسبح؟ فرجيهم كيف. بيسبح حسن، عنده بيطبخ، عنده برنامج طبخ، هلا رح يصير برنامج طبخ هيك على شكل يعني إذا بدك احترافي أكثر. حسن علمني كتير يعني، علمني الحب الغير مشروط، انه كيف حبه واتقبل مثل ما هو، كيف ما بيكون الشخص بدون اي شروط. احلام وامنيات اذا بدك كتير لإله، وان شاء الله ان شاء الله هيك الله بيعطيه القوه والصحه، وبيقدر هو كمان يكون شو عنده هو احلامه لإله يقدر يحققها كمان. الانستغرام هي بتجمع تبرعات يعني من الاشخاص اللي بدها تتبرع، بتجمع تبرعات لاطفال مش بس ذوي متلازمة داون، لاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه يلي توقفوا عن العلاجات بسبب الاوضاع الاقتصاديه الحاليه، وهول المساعدات بروحوا مباشره للمراكز او للاخصائيين، وهن بيعرفوا مين في ولاد كانوا عندهم عم يعملوا علاجات وتوقفوا، فبيرجعوا بيبعتوا وراهم وبيستكملوا لهم علاجاتهم. أنا دايماً بقول لهم للأهل آمنوا بولادكم، وتذكروا إنه المجتمع هو مرآة عنكم، مثل ما أنتوا رح تعاملوهم المجتمع رح يعاملهم.